الاقتصادي للشباب. الكلمة للسيد عالي صاحب جلالة على إقليم عرائش. يطيب لي أن أرحب بكم بكل الفعاليات الحاضرة معنا اليوم في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز روح التواصل والتقاية البرامج بين مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والجهوية والتفاعل الإيجابي والانخراط الأكيد في تنزيل مختلف البرامج الوطنية الهادفة إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والوطنية وخاصة تلك التي تسند فئة الشباب، وذلك من خلال المساهمة في حفظ فضاء التواصل مع شباب الإقليم وتمكينهم عبر مختلف الوسائل المتاحة بالاستفادة من خدمات الاستماع والتوجيه والمواكبة واطلاعهم على منظومة ريادة الأعمال وتقديم من برامج الدعم والقبول على الصعيد الوطني والجهوي وتشجيعهم على إحداث مقاولات لتشجيع التشغيل الذاتي، وذلك في أفق استهداف هذه الشريحة من المجتمع التي اعتبرتها تقاليد مذكرات النموذج الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا أمام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده رافعة حقيقية لخلق الثروات ومناصب الشغل وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الترابية. ولعل خير ما نستهل به هذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة مختتم من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 حيث قال جلالته: واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل، فإن معالجة أوضاعهم تحتاج لابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقتهم وتوفرهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية وطنهم. انتهى كلام صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى ضرورة بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على تكوين وتقوية القدرات ودعم المبادرات الفردية في التشغيل الذاتي وتعزيز الحس المقاولاتي لديهم، فلقد أضحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحدى البرامج المتميزة لإدماج الشباب في سيارات التنمية المحلية والوطنية، ونموذجا للتنمية المندمجة بفضل استهداف أمثل جعل هذه الفئة المجتمعية في طليعة اهتمامات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حرصت على استثمار تلك القدرات والطاقات الإبداعية التي توفر على الشباب في تنشيط وتعزيز الدور الاقتصادية وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. وفي هذا السياق والتزاما منا أيها السادة الكرام بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، إن المجهودات المبذولة إقليميا لإهمال الشباب في التنمية المستدامة كان لافتا، ذلك من خلال اتخاذ اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعدة إجراءات همت على الخصوص تقوية برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والحد من الفورة الاجتماعية والترابية، بحيث تم خلق فضاءات الابتكار الاجتماعي مخصصة للشباب، منصات الشباب بكل من مدينتين عرائش والقصر الكبير، وتعزيزها بالمنصة المتنقية للإدماج الاقتصادي لشباب العالم القروي، ذلك في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 47 سنة. إذ ستشكل هذه المنصات ملتقى للتفاعل بين مختلف الآليات معتمدة من طرف متدخلين ومتخصصين عاملين في مجال إدماج الشباب، كما تمثل إجابة واقعية لانتظارات هذه الفئة فيما يخص الاستقبال والاستماع والتوجيه والتكوين وتقوية القدرات والتمويل، والتشجيع على إحداث مقاولات ذاتية والولوج إلى المعلومة على اعتبار أنها ستضم كافة المتدخلين وخاصة الممثلين عن وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات معهد التكنولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا المدير الإقليمي للشغل بإدماج مهني ممثلي كلية متعددة التخصصات وممثلين عن القطاع الخاص. أيها الحضور الكريم، لقد أصبح لزاما علينا اليوم كفاعلين في تدبير الشأن العام أو شركاء أساسيين في تنزيل السياسات العمومية أن نتناسق مع رؤى صاحب الجلالة صلى الله وأيده حول قضايا الشباب والتشغيل التي أضحت إحدى أهم الأولويات لرفع تحدية إدماج هذه الشريحة المجتمعية في سوق الشغل وتوسيع وتعميم مشاركتها في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والسياسه للبلاد. وهناك يكمن دورنا كفاعلين مؤسساتيين في تشجيع وتوجيه المبادره الخاصه وجعل رياده الاعمال اكثر جاذبيه ومواكبه المقاولات الناشئه نحو الانشطه المنتجه وادماجها داخل النسيج الانتاجي المحلي
وذلك في مسعى تشجيع البحث عن بدائل لإنعاش سوق الشغل الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البلاد والتفاعل مع قضايا الشغل والتشغيل، حيث قال جلالته: وإننا نطلع أن يقوم هذا المخطط الذي سأتابع مع الحكومة وكل منخرطين فيه مختلف مراحله على التوجهات التالية: أولا، تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل حامل المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض بنكية لإطلاق مشاريعهم وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح. انتهى من صاحب الجلالة. وفي الأخير، أجدد الشكر للسادة الحاضرين، وأتمنى أن نجعل من هذه المناسبة فرصة حقيقية في المجتمع للاطلاع على مختلف السبل والآليات الفاعلة في مجال ريادة الأعمال ودعم المبادرات الفردية لتشغيل ذاتي وتسهيل الاندماج الاقتصادي للأشخاص حاملي الشهادة المشاريع ونشر فكر المقاولات إلى التعاونيات وتمكينها من مواكبة التقنية وتقريبها من مصادر التمويل والارتقاء بها إلى مصادر المقاولات المنتجة والمبتكرة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلدنا وشبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.